عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بالنسبة مشاهدينا الكرام للتحكيم الشوط السادس، نذكر الأربع المراكز الأولى: المركز الأول للاتحادية محمد العتيق بزيتون، المركز الثاني مرضية لسيد مطر بن محمد بن دحروي، والمركز الثالث لسيد محمد بن عبد الله بن معرض النيادي، ورابع جوده لسيد رامس بن عامر بن قانوش. هذا التحكيم اللي كان من اللجنه المنظمه للاربع المراكز الاولى في شوطنا السادس، حيث انه كان هناك الدخول الجماعي، ولكن ايضا بعد المتابعه والدقه من اللجان لجنه الخط بدات بالتحكيم. المركز الاول الاتحاديه لمحمد بن عتيق بن زيتون، والمركز الثاني هي مرضيه لمطار بن محمد بن دحروي، ثالثا الاتحاديه ايضا لمحمد بن عبد الله بن معضد النيادي، ورابع شوده لسيد عامر بن قانوش العامري. ايضا هكذا كان التحكيم لشوطنا السادس. تستمر الاشواط، وشوطنا ايضا الذي يحمل الاداره تاسع الاشواط خاص بالابكار المحليه. في حفظ الله ورعايته مشاهدي الكرام، شوطنا التاسع ينطلق. اذا نسير مع المركز الاول العاصفه محمد بن راشد بن حضير المكتبي متصدر قياده الشوط، بينما المركز الثاني نتاخر مشاهدي الكرام مع المركز الثاني والحاضره فيه ايضا اللي هي هملوله حرام بالسعودي بن سالم المكتبي، والمركز الثالث تتواجد والقادمه على المركز الثالث مياس محمد بن عتيق بن زيتون، والمركز الرابع سعاده سالم بن راشد نقم تتواجد على المركز الرابع لسعادة سالم بن راشد بن حضير بن كتبي، والمركز الخامس ايضا خامس المراكز تتواجد مشاهدينا الكرام اللي هي لبوه لمحمد بن عيد الغبشي، وسادسا بعيد عنا خلونا مع الاثاره والمقدمه اعتقد ليفجر لسالم بن حمد بن وقاش، سادسا نعود الى الصداره والمقدمه بالمركز الاول. شيل العالم دايم وزايد نعرف من يوم يوم.
نعود مع الإثارة، نعود مع العاصفة اللي عصفت على الصدارة من بداية الانطلاقة وباعدت المسافة ما شاء الله تبارك الرحمن. محمد بن راشد بن حضير المفتدي بدأ هنا يقدم هذه النوعية الفاخرة على المركز الأول، انفراد تام عن بقية المراكز، نتأخر مع المركز الثاني. نرى هناك الأسماء والحاضر أيضا بدأت تتحرك. نغم سعادة سالم بن راشد بن حضير من المركز الثالث، نتأخر أيضا على المركز الثالث ونرى ثالث المراكز. هناك الوصول من مياس أعتقد، أيضا لمحمد بن عتيق بن زيتون، والمركز الرابع واصل فجر لسالم بن حمد بن وقاش، والمركز الخامس خامس المراكز. هناك أيضا اسم قادم يتواجد، شعار اللي هي الأبوة متواجد، هذا السيد محمد بن عيد بن غبشي، والمركز السادس بعيد عنا. خلونا مع البداية الأولى مع التحدي والإثارة مع مقدمة هذا الشوط مع الانفراد التام بالمركز الأول والتحدي الأول ما شاء الله. الكيل والمتر الأخير والصدارة هناك مع البداية مع التحدي الأول مع هذا الأداء الجميل ومع هذا الحضور المشرف. خلاص 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 بدأت تطير على المركز الأول، تقلع بهذا الأداء الجميل وبهذا الحضور أيضا المشرف. العاصفة العاصفة هي عاصفة بأدائها، عاصفة بحضورها لسيد محمد بن راشد بن حضير. وهنا نقم متواجدة، حاضر نقم على المركز الثاني متواجدة لسعادة سالم بن راشد بن حضير بالمحاولة القوية على المركز الثاني. يا سلام، الله 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 الله، تابع هذا الأداء، تابع هذا أيضا هذا الحضور. الصدارة مع العاصفة ونقم على المركز الثاني، ولكن العاصفة هي على المركز الأول، هي المسيطرة بهذا الأداء الجميل على المقدمة والصدارة بالمركز الأول، تسيطر بهذا الحضور المشرف. تهانينا والناموس لسيد محمد بن راشد بن حضيرم على فوز العاصفة بالمركز الأول. لحظات وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز والانتصار. تهانينا لسيد محمد بن راشد بن حضيرم على فوز العاصفة المركز الثاني، لسيد لسعادة سالم بن راشد بن حضيرم المركز الثالث. شوف المسافة ما شاء الله وصلت في فجر لسالم بن حمد بن وقاش المركز الرابع، لسيد محمد بن عتيق بن زيتون. التوقيت 9:35.